مرحبا، معكم إيهاب حسون، تيليكوميونيكيشن اند نتورك انجينير. اليوم رح يكون توتوريال نمبر 13 لنا باللاب فيو. اليوم رح نحكي عن فورمولا نود، قوتها وكيف بنقدر نستعملها. فاول شيء خلينا نعطي ان سيمبل اكزامبل ما له علاقه بالفورمولا نود، لنعتبر انا بدي اخلق ايكويشن يلي هي ايجريك ايجال تو واي اكس بلس كاب. فاول شيء انا بجيب نيميريك مالتيبلاي نيميريك ادر. فانا هون بدي اجيب الاكس اللي هي نيميريك كنترول، وبدي اجيب الايجريك اللي هي نيميريك انديكيتر. يعني بدي اعرض الجواب على الايجريك وبدي اشوف الانبوت اللي هو اكس. فانا عندي اكس داخلي مالتيبلاي مع 3 كرييت كونستانت اللي هو 3، برجع بجمع جوابه مع 4 اللي هو كونستانت هو 4. هلا صار عندي هون x plus y يلي هي هون ال x اللي هي 3 x plus 4، وهلا بطلعهم على الانديكيتور. هلا اذا انا بعطي قيمه ل x بعمل run بيعطيني دغري ال output y. طيب لنعتبر انا عندي هون equation معقده x square مع y مع z، لنعتبر كذا input وكذا output و يعني equation معقده. فليش لأنا دخل بوكسز واستعملهم هيك بهالطريقه؟ لا، في شيء اسمه فورمولا نود يلي هو بيقول انا اذا بجيب شيء اسمه فورمولا نود بكتب y ايجال 3 تايمز x بلس 4، وبقول عندي input x add input اللي هو x و add output يلي هو y، وبجيب numeric indicator ونيميريك كنترول بسميه سمول اكس، نيميريك كنترول اللي هو سمول واي، دخلهم على الايكويشن وهيك انا بكون حليت المشكله انه ما عقدت البروجرام تاعي. يعني هي فيني صغيره قد ما بدي واكتب الايكويشن يلي بدي اياها. اوكي طيب هلا انا هون بتلاحظ ما فينا نعمل ران، ليش؟ لانه انا مقطعش من هون بعد كل سطر هي السيمي كولن. هلا اذا بعمل ران بيقول لي فورمولا نود ميسينج سيمي كولن شو ايرور، قال لي ايرور. اوكي يعني هلا انا فيني اجيب لهون حط سيمي كولن بس هون هلا صار فيني اقدر اعمل ران. فهلا اذا بقول ران انا حطها فور لفوق بعمل ران بيعطيني دغري الجواب. طيب لنعتبر عندنا الايكويشن معادة هي 3 اكس 2، بحط 2 ضرب حط 2، لما بحط 2 تايمز بصير كانه عم بقول له سكوير. هلا كانه اكس 2 بلس 4 اعطاني دغري الجواب. اوكي طيب شو كمان فينا نستخدم الفورمولا نود؟ انا نعتبر خليها 3 اكس او لا نلغي، يعني لنعتبر عندي انا اف اكس اللي هي انبوت اكبر من 5، انا بدي اياه يعمل x equal 100 else غير هيك x equal 0. انا هلا شو قلت له؟ قلت له اذا كان الانبوت يلي انا اعطيك اياه x اكبر من 5 اعتبر لي الاكس هي 100، يعني حط لي بالواي 100. وقلت له اذا الاكس يلي غير الاكبر من 5 يعني اصغر او بتساوي 5 حط لي قيمه الاكس 0، يعني اعتبر لي الواي هي 0. فهلا اذا بعمل ران بنلاقي الواي هي 0. اذا بعمل هلا اكبر من 5 بعمل ران بيقول لي الواي هي 100. هيك انا اقدر اكتب اف كونديشن بقلب الفورمولا نود، وبقدر اكتب بروجرامينج يعني اعرف انتيجر فور لوب واف لوب واي لوب كله بقلب الفورمولا نود. طيب خلينا نقدر نستخدم هلا الفورمولا نود بطريقه سهله. انا رح اجيب هلا فورمولا نود اكتب بقلبها y equal sin x نقطة فاصلة سيمي كولن، الانبوت هو x والاوتبوت هو y. طيب انا خلقت sin x، انا رح اخلق هلا كمان فور لوب رح اوصل الاوتبوت تاعها الفور لوب، وارجع اخلق جراف مشان نشوف الساين ويف على هالجراف.
اوكي تمام هيك. هلا انا بدي اخلق الاكس. شو هي الاكس؟ هي عباره عن باي اوفر 10 تايمز اي. الاي هي نمبر اوف اتريشن، لنعتبرها من 0 ل 9، يعني الان هي 10. اوكي هلا بدي اجيب انا باي من نيميريك، مش هون array mat constant يلي هي باي. خلقت باي انا وبدي اخلق مع باي اوفر 10. خليني اخلقها هون بقلب اللوب ما بيأثر. بدي اخلق constant اللي هو 10 واقسمه مع بعض. رح اجيب numeric divide، رح اوصل الباي واخلق 10. هيك طلع معي باي اوفر 10 مضروبة ب اي نيميريك ملتبلاي موصولين على اي. وهلا بوصل جوابهم على الاكس، يعني الاكس هو باي اوفر 10 تايمز اي. اذا نعتبر الاي هي فيكتور من 0 ل 9، كل مره باللوب عم يعطيني جواب لهالفيكتور. اوكي هلا اذا بعمل ران رسم، انا راح اعتبر الان هي 100 ولا ران. هيك بينت عندي على طول الشاشه. تمام. طيب انا هون صار سهل علي، انا خلقت باي اوفر 10 مضروبه ب اي اللي هي اكس فيكتور. هلا صار فيني مثلا نغير الامبليتود، اعتبره بدل ماينس 1 ل 1 2 مثلا، ماينس 2 ل 2 اضربها ران ماينس 2 ل 2. انا بقدر اعمل ساين سكوير، حط 2 تايمز بحط 2 صارت سكوير. انا بقدر اعمل ساين باور 3 ران، بقدر اعمل باور 5، بقدر اعمل يلي بدي اياه، بقدر اغير الفيز، بقدر اي شيء عدله بكل بساطه لما بستخدم الفورمولا نود. يعني قوه الفورمولا نود انها سهلت علي الشغل، بدل ما اخلق عده بوكسات لاخلق مثلا عملية حسابية أو أي شيء، أنا بقدر بفورمولا نود برمج أو أكتب هالعملية الحسابية بكل بساطة. طيب بتمنى تستفيدوا من هالفيديو، بتمنى يلي استفاد يعمل لايك سبسكرايب لما شانل. Thank you.